الفيديو تبعنا لليوم رح يحكي عن ماشين جديدة وصلتنا من ماركة سيونا بي بي سي. الماشين اللي قدامنا اليوم اسمها البريد ميكر، صانعة الخبز، وصراحة اسمها كتير ظلمها لأنها هي أكثر من مجرد أنها بتصنع لنا خبز بأنواع المختلفة اللي هو التوست والخبز الفرنسي والخبز العادي. فيها 16 برنامج تقدر تعملي من ضمنهم المربى، اللبن وكتير شغلات تانية، وممكن تستخدميها كمان كعجانة. في هذا الفيديو رح نستخدمها مشان نعمل الخبز الخالي من الجلوتين. صراحة هذا الخبز صار كتير مطلوب هلأ في وقتنا الحاضر، وكتير ناس عم يسألوا عنه كيف يقدروا يصنعوه بالبيت. هو يعني مفيد للناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين، أو الناس اللي عم بيتبعوا حميات غذائية وصحية مثل حمية الكيتو وغيرها، للناس اللي عندهم أمراض مناعية مختلفة بيتحسسوا من اللي هو القمح. لهيك رح نورجيكم هلأ كيف رح نبلش نجهز المشين مشان نبلش نحط فيها المقادير. اول شيء لازم تجيبوا البان تاعت اللي هي المشين وتركبوها في محلها الصحيح، بس بدكم تكبسوها من هاي الجهة ومن هاي الجهة كويس، بتأكدوا انها ثبتت محلها. هلأ حيكون في هدول التنين هم بمثابة المضرب اللي حيستخدمها او تستخدمها المشين مشان تعجن المقادير مع بعضهم، فلازم انكم تحطوهم مظبوط في مكانهم وتثبتوهم هيك، بتأكدوا انهم ثابتين محلهم. هلا حنبلش نحط المقادير في المشين. بنصحكم نصيحة انكم تحطوا المقادير اول شيء السائلة، بعدين بنحط المقادير الجافة. فبنبلش بندير المي. هلا الوصفة تاعتي اللي بعمل فيها خبز الجلوتين، بتقدروا تستخدموا اي وصفة تانية انتم بتحبوها. هلا راح نحط اللي هو البيض، اوكي راح نديره، راح نحط الخل شوي، رح نحط الزيت، رح نحتاج معلقة، 2 3. المشين صراحة بتبلش معك من A to Z، يعني من مرحلة اللي هي الخلط، بعدين تخمر لك العجينة، وبعديها تخبز لك اياها وبيطلع خبز كتير طيب. بس ثواني، لما بدك تحطوا المكونات الجافة فوق المكونات السائلة ضروري انكم توزعوها بشوي شوي، يعني تحطوها هيك. احنا بنكون حطينا الطحين اللي خالي من الجلوتين طبعا. هلا بالنسبة للخميرة رح نحطها في نص البول هون، الملح رح نحطه هون. حاولوا انكم تحطوا هاي الاشياء على الزوايا، يعني تحطوا الملح على الزاوية، السكر في زاوية، عشان هو لما يخلطهم يجي ياخذ بالتساوي من كل مكان. هيك تمام بنكون خلصنا، حطينا كل المقادير اللي بدنا اياها في هاي المشين. هلا بنسكر الجهاز، نتاكد طبعا انه هاي ثابته وامورها تمام. بنسكر الجهاز. هلا بعد ما حطينا المقادير شغلنا اللي هي الماكينه الجهاز. زي ما انتم شايفين رح تلاحظوا في هون عندكم ازرار التحكم، هلا حنشرح لكم عنها بشكل سريع. وفي عندكم هون 16 برنامج المشين هاي بتقدر تعملي لكم اياها، وبنفس الوقت في عندكم شاشه. هلا هاي الشاشه هي بتوضح لكم عده شغلات، هلا حنمشي عليهم وحده وحده. اول شيء الزر الاول هون، تمام، زي ما انتم شايفين اللي بغير فيه اللي هو الرقم هذا والرقم هذا، اللي هو الرقم بدل على اللي هو اسم البرنامج، والوقت هذا بدل على الوقت اللي راح يستغرقه البرنامج لحتى يخلص. فنحن مثل ما انتم عارفين بدنا نعمل خبز خالي من الجلوتين، فوصلنا لعند 4، معناته راح نمشي كمان وحده وكمان وحده، هون راح نوصل لعند الجلوتين فري، معناته انا تمام. البرنامج تبعي بياخذ 3 ساعات و45 دقيقه، هو اوريدي بيطول لانه بيحتاج تخمير لوقت طويل هذا النوع من الخبز، تمام؟ طبعا الكيك بياخد ساعة ونص مثل ما قلنا بالفيديو اللي قبل، فمش كل شيء بياخد وقت طويل. هلا بعد ما حطينا البرنامج وحطينا وعرفنا قد ايه الوقت اللي بدنا اياه، حنروح على الكبسة رقم 2. الكبسة رقم 2 هو هاي المشين، الحلو فيها انه سعتها كبيرة، بتوسع لحد تقريبا 1500 جرام كحصص، وبتاخد كمان 1250 و 1000 جرام. فنحن المقادير اللي انا حطيتهم هم اقل من 1000 جرام، سو انا رح اخذ اللي هو اغير فيها السهم عم بدللك، اغير فيها لحد ما يوصل لل 1000 جرام. هلا طبعا احنا صار تقريبا مارق من الوقت نص ساعة، عجنت شوية المقادير مع بعضهم ووقفت شوية لتخمرهم. هلا الفكرة انه بتقدر في اثناء ما هي شغالة المشكلة
ماشيين في مرحلة العجن انك انت تفتح الباب تاعها وتشيك على المقادير، في حال اذا كانت كتير جامدة انك مثلا تحط شوية مي، اذا كانت كتير انه هي مثلا كتير مرقة تقدر انك تحط اللي هو شوية طحين او حسب ما انت بدك، فبتقدر تفتح عليها وتشيك عليها بمرحلة العجن فقط، لكن بمرحلة مثلا التخمير او الخبز ما بتقدر تفتح عليها ابدا. ومثل ما وعدناكم نفرجيكم النتيجة النهائية لخبزنا، طلعت نتيجة كتير حلوة مثل ما انتم شايفين، الخبز طري وهش مثل ما بدنا. واكيد طبعا ما تنسوا انه اللي بدي يستلم مثل هاي المشين بشرف على معارضنا بتلاعي العلي اشارات البشيتي او بالرابية، وبتنورونا ويعطيكم الف عافية.